السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حصة جديدة من تعلم الفرنسية للمبتدئين. نبدأ على بركة الله. إذا الآن سوف نتعرف على مفردات جديدة بالفرنسية. إذا هذه هي المفردات أو الصور التي سوف نعبر عنها بالفرنسية. لنبدأ. فيزاج، 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 فيزاج. رددوا معي، فيزاج. إذن الوجه، وجه، فيزاج، فيزاج. سو لافي، سو لافي، سو لافي، سو لافي. يغتسل، يغتسل، سو لافي. رددوا بعدي، se laver، se laver، se laver. sale، sale. متسخ. رددوا بعدي، sale، sale. جيد. propre، propre. رددوا معي، propre، propre، نظيفة أو نظيف، نقولها في المؤنث والمذكر، نظيف ونظيفة، propre. إذن الآن سوف أرى إن كنتم تتذكرون هذه المفردات. لنبدأ. إذن ماذا قلنا؟ يغتسل، جيد. se laver، se laver، أحسنتم. الآن نظيفة، نظيفة، ممتاز. propre، propre، أحسنتم. الآن وجه، وجه، ماذا قلنا؟ كيف يسمى بالفرنسية؟ أحسنتم. visage، فيزاج. وأخيرا متسخ، كيف نقول متسخ بالفرنسية؟ ممتاز. سال، سال. الآن سوف نتعرف على حرفين هما O و P. O P O P. لنبدأ أولا بالحرف O. الحرف هو O والصوت O. الحرف O والصوت أيضا O. إذن هذه من الحروف المتحركة التي تحرك لنا الحرف، يعني مثل الحركات في العربية، الفتحة، ضمة، كسرة إلى آخره. هذه تشبه الضمة بعد الشيء O. مثال موتو، مو تو، مو تو، موتو. رددوا معي، موتو، موتو. الآن أين هو حرف أو بين هذه الحروف؟ ممتاز، إذن هذا هو حرف أو. جيد. سوف نتدرب على كتابة أو معا. إذن لاحظوا معي، جيد. الآن دوركم، اكتبوا أو. أحسنتم، إذن هذه أو. الآن سوف نرى الحرف بي. إذن الحرف هو بي والصوت هو ب، ب. إذن هذا الصوت لا يوجد في العربية له مقابل، ب، ب. مثال بابا، بابا، با، با، بابا. لاحظوا الآن أين هو ب بين هذه الحروف. أحسنتم، ممتاز، إذن هذا هو بي.
الآن سوف نتدرب على كتابته. إذن سوف أكتب خط مستقيم من الأعلى إلى الأسفل، ثم أرسم نصف دائرة ابتداء من هنا بهذا الشكل. الآن دوركم، أحسنتم. إذن هذا الحرف هو P P. كما ترون في اليسار O وفي اليمين P. الحرف هو O مثل oreille oreille oreille. إذن سوف نكتب O جيد، ثم هنا P P الصوت P مثل poupée poupée دمية poupée. إذا نكتب P بهذا الشكل. إذا إلى هنا تنتهي حصة اليوم، أستودعكم الله وإلى حصة قادمة بإذن الله.